الجروح من ناحيه بالذات بقى الناس بقى اللي هتشتغل جنح وتشتغل جنايات، الناس اللي شغاله جنح يبقى شغلها الشاغل في هذا. خلي بالك بس اكتب المعلومه اللي هقول لك عليها دي، في قرار وزير الصحه رقم 187 لسنه 2001. قرار وزير الصحه رقم 187 لسنه 2001 ده القرار المنظم لاصدار التقارير الطبيه. انتوا عارفين القاعده القانونيه طبعا، انت اساتذتي في القانون يعني، القاعده القانونيه بتتشكل رقم واحد من الدستور، وبعدين من القانون، وبعدين من اللائحه، وبعدين من القرار، والعرف بعد النشأة. فاذا القرار بتاع وزير الصحه ده هو المنظم لاصدار التقارير الطبيه. بيقول ايه القرار ده بقى يا جماعه؟ لما ترجعوا له كده هتلاقوا بينظم اصدار التقارير الطبيه الابتدائيه والتقارير الطبيه النهائيه، وبيقول ان الحد الادنى لمصدر التقرير الطبي هو مساعد اخصائي. يبقى انت لما تيجي في المحكمه قدامك تقرير طبي، اول حاجه لازم تتيقن ان هذا التقرير اللي مصدره له الحق في اصداره. يعني ايه؟ يعني لازم يكون على الاقل مساعد اخصائي. ليه؟ لان انا هقول لك ان انت هتفاجئ ان نسبه تزيد عن 50% من التقارير الطبيه اللي صادره من المستشفيات صادره من غير ذي صفه. يعني ايه من غير ذي صفه؟ يعني بيعملها طبيب مقيم او نايب. ادي نص القرار، هناخده بسرعه بس عشان ما نضيعش وقتنا، بس خلي بالكوا ده من اهم الحاجات في اعتقاد الشخص اللي انت ممكن تضرب بيها اي تقرير طبي. ماشي. اولا التقارير الطبيه التي تصدر في الحالات الجنائيه، اول حاجه بالنسبه للتقارير الطبيه الابتدائيه، يعني ايه تقرير طبي ابتدائي؟ يعني هو المصاب لما اشوفه قبل اي تدخل طبي او تدخل جراحي. يعني مجرد ما شفته كده شفت الاصابات اللي فيه وصفتها، ما عملتش لديته اي علاج ولا عملت اي تدخل ايه جراحي، ده اسمه الحاله الابتدائيه اللي عليها المصاب. يتم توقيع الكشف الطبي على المصاب بناء على خطاب احاله صادر من الشرطه. يعني انا مش من حق اي واحد انه يروح المستشفى كده يخش يطلب تقرير طبي، وبالتالي لازم يبقى في خطاب احاله من ايه؟ من الشرطه. ومع ذلك يمكن في حالات الطارئه اللي هي واحد داخل اتضرب بمطوه ولا حاجه ودخلوا بسرعه، كانت حالته خطيره جدا، فدخلوا المستشفى يعملوا له تدخل طبي او تدخل جراحي، في الحاله دي المستشفى هتقبله وتكتب تقرير وتبلغ بيه نقطه المستشفى اللي هتبلغ بيه ايه؟ مركز الشرطه او اسم الشرطه. ماشي؟ يبقى هنا في الحاله الوحيده دي لما تبقى الحاله طارئه ممكن يتكشف عليه بدون خطاب احاله. طيب يتم عرض المصاب بعد التاكد من شخصيته، خلي بالكم من كلمه بعد التاكد من شخصيته، لان بعد التاكد دي من شخصيته لابد ان يكون هناك يا اما بطاقه رقم قومي يا اما جواز سفر، انما الحد الادنى ما فيش لا ده ولا ده، تبقى بصمه الاصبع. ماشي؟ تبقى بصمه اصبع الابهام الايسر. طيب يتم عرض المصاب على مين بقى؟ على الاخصائي او مساعد الاخصائي. بقى الحد الادنى عندي هنا ايه؟ مساعد اخصائي. يعني الطبيب المقيم ما ينفعش، طبيب الامتياز ما ينفعش، كل ده ما ينفعش، يبقى التقرير كده نرميه في الزباله ملوش لازمه. لاثبات ما به من اصابات وتحديد المده اللازمه لعلاجها. يكون تحديد مده العلاج باقل من 20 يوم، خلاص؟ في حاجه برضه خلي بالكم من الحاجات دي عشان الناس اللي بتجامل. مده العلاج المقصود بيها مش المقصود بيها مدة بقاء الشخص في المستشفى. ثلاث حاجات فقط اللي هي هتاخد مدة علاج أكتر من 20 يوم. إيه هما؟ ثلاث حاجات فقط. كسور العظام، قعد في المستشفى فترة طويلة ماليش علاقة بيه. أنا ليا علاقة بالشخص الطبيعي، الجرح بتاعه هده هيخفف قد إيه. فالحاجات اللي بتخفف أكتر من 20 يوم هما ثلاث حاجات زي ما قلت لكم، الأعصاب والأوتار والعظام. أنا بقول لكم ليه؟ لأن 95% من التقارير اللي أنتوا بتشوفوها في المحاكم دي ما بتكونش عرضت على مصلحة الطب الشرعي.
بتبقى من المستشفى على طول، وانت عارفين دي جنحه من المستشفى للنيابه، والنيابه حتى ممكن ما بتحققش فيها وتحيلها للمحكمه دون اي تحقيق لانها جنحه. طيب بالنسبه للتقارير الطبيه النهائيه يعني ايه تقرير طبي؟ يعني مريض دخل عندي المستشفى واتحجز واديته علاج ومش عارف ايه، وفي الاخر ده خرجته من المستشفى سواء كان خروج تحسن او توفى ماشي. ففي كلتا الاحوال او الحالتين يعني ان انا هتعامل معاه على انه الراجل قاعد عندي، فهيبقى ده اسمه تقرير طبي نهائي. التقرير الطبي نسينا نقول ان التقرير الابتدائي هيكون موقع من شخصين، الاخصائي او مساعد الاجراءات شكليه في التقرير، مهمه انك انت تلاحظ الكلام ده، يعني موقع من الاخصائي او مساعد الاخصائي ومدير الاستقبال. لكن التقرير النهائي هيكون موقع من ثلاث اشخاص، اللي هو من الاخصائي او مساعد الاخصائي مع رئيس القسم، لو كانت الحاله جراحه يبقى رئيس قسم جراحه حاله نساء، رئيس قسم النساء، زائد مدير المستشفى مش مدير الاستقبال ماشي. دي الاجراءات بتاعه الايه. طيب طبعا المفروض ان التقرير بيرسل لنقطه الشرطه وبعد كده منه للنيابه. المفروض ان في دفتر خاص، في سجل خاص، يعني كل اصل تقرير راح المحكمه المفروض ان في صوره موجوده فين؟ في سجل المستشفى. لان خلي بالكم ان في كتير من الاحيان يعني تحصل بعض الحاجات، حد يخرج ليه حد فهيخرج تقرير من غير صوره، فما يكونش موجود، هو اللي كتبه لا دكتور كتبه من اساسه، فما يكونش دي صوره جوه المستشفى. فخلي بالكم ان شفنا الحاجات دي في احداث مصابي الثوره، شفنا الكلام ده كتير قوي، الناس اللي كانوا بيقولوا ان احنا اصبنا في الثوره والكلام ده، فلقينا ان في اصول ملهاش صور خالص، حاجات زي كده، واحنا بنراجع مصابي الثوره. التقرير الطبي ده انا مش معترف بيه، فمن حقي ان انا اعترض على التقرير فين؟ يبقى اول مرحله هو صادر من المستشفى، انا عايز مش عاجبني التقرير ده اروح اتظلم في مديريه الشؤون الصحيه، يبقى اللجنه الثانيه مديريه الشؤون الصحيه. مش عاجبني التقرير الثاني اللي صدر من مديريه الشؤون الصحيه، اروح اتظلم من التقرير في وزاره الصحه، في ديوان وزاره الصحه. يبقى عندنا ثلاث مراحل للتقارير، التقرير اللي صادر من المستشفى، مش عاجبني التقرير او انت شايف التقرير ده، تظلم من هذا التقرير في مديريه الشؤون الصحيه. مش عاجبك، تظلم من هذا التقرير فين؟ في ديوان وزاره الصحه. في حاله صدور تقارير طبيه مخالفه للحقيقه يتم ابلاغ النيابه العامه، ويحرم الطبيب الذي صدر عنه التقرير او شارك فيه من حق اصدار تقارير طبيه او الشهادات الطبيه، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤوليته الجنائيه. دي القواعد المنظمه للتقارير الطبيه، ويا ريت ان حضراتكم دايما يبقى معاكم قرار وزير الصحه ده، وتجيبوه من وزاره الصحه عشان من يبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن مستنداتكم اللي تقدموها للمحكمه.